قبل ما ندخل بالأجواء السياسية، نبي ندخل بأجواء الطقس، الأجواء المناخية الجميلة اللي نتمنى نكون يعني مقبلين عليها وإحنا مشرقين بالتفاؤل والأمل. حالة الأجواء وحالة الطقس وحالة الطلعات الخارجية، لكن عندنا أخونا الأستاذ سعود عبد العزيز المخلد. أبو عبد العزيز، ما أدري إذا جاهز للاتصال ولا لا. أنا جاهز معاك أبو خالد. مساك الله بالخير أبو عبد العزيز. مساك الله بالخير، يا هلا فيك وغلا، يا هلا فيك أبو خالد. شلونك؟ طيب يا أخوي، كله مصرقعنا، كله مخرعنا، لها يوم ترعد ولها يوم ترعد، والناس ارتبط عندهم تحذيراتك من الطقس بما حدث العام الماضي من سيول جارفة، فتبين لي الكثير من الناس أن عندك متابعة دقيقة للحالة الجوية، وأصبحوا يثقون في تقديراتك ويخافون منها أمانة، وانت ما بين الدعابة وما بين التحذير. ضايع السالفة. اي الناس شوي تخترع، فطمنا شلون الطقس، ليش تبينا نأجل مخيمات؟ طال عمرك. اول شيء احب اشكرك يا ابو خالد، واحب اشكر الرأي العام على هذا الرأي على الاستضافة، واحب احيها جمهوري والاخوة اللي الضيوف اللي عندك. الله يسلمك. هذا اول شيء. الان باذن الله مقبلين على حاله شموليه، حالتين متواصلين مع بعض. ايه. الحاله الاولى طال عمرك راح تبدي من تاريخ 13/11. ايه. الحاله الثانيه من 20/11، وكلهم متداخلين مع بعضهم. على ما تنتهي الحاله الاولى راح تدخل الحاله الثانيه. يا يعني ساتر. ايه. بالمجمل انت عندك 17 يوم حالة مطرية نادرة، يعني 17 يوم. 17 يوم حالة مطرية نادرة، تكاد تكون متصلة، يعني تكاد تكون متصلة بإذن الله وشاملة بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة. يعني تخف يوم تشد يوم. يمكن يعني انت للطقس نزعات، للطقس نزعات. إذا توفرت، إذا الحالة الكل موجودة، توقع غير المتوقع أثناء الحدوث، يعني أثناء حدوث الحالة. أي. يعني أنت تتوقع أن في حالتين خلاص، هذه مؤكدة بإذن الله، يعني طبعا كلها بأمر الله تعالى، بالتأكيد كلها بأمر الله، لكن ظروف الحالة أثناء الحدوث هني يجب الرصد والمتابعة الدقيقة اليومية بالساعات، يعني لأن بس الحالة قد تتحول من خفيفة إلى متوسطة إلى ثقيلة في ثواني. أنا هني ما أخرع، أنا هني بس أحب أنبه علشان ما تصير في خسائر، ما تصير في زهق الأرواح أو الحلال أو غيره أو غيره. الحالات التنتين بأمر الله ثابتين، يعني ثابتين بعلم الطقس، والله له الأمر كله. بالتأكيد لله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أنت تعتقد أو متابعتك للحالة الطقسية وصلت إلى حالة شمولية 17 يوم. الوضع أمطار شبه متصلة، تخف وتزيد أو يك يوم صح وبعدين تكمل، وهذا يتطلب المزيد من الحيطة الحكومية. الله يستر. أنا لأن ليش صارت الحالتين هذه، او يعني اشمعنى مو نفس اول العام واللي قبله واللي قبله؟ لان توفرت هذه الظروف جدا مناسبه للحاله، اللي هو اول شيء احترار المحيط الهندي وظهور الكثير من الحالات المداريه والاعاصير، 5 حالات بشهرين. هذه كلها تنفخ الرطوبه وتجيبها في طبقات الجو المتوسطه والعليا في على الجزيره العربيه. ثانيا احترار البحر الاحمر، البحر الاحمر جدا مؤثر، جدا مؤثر، البحر الاحمر جدا مؤثر على المنطقه. نعم. وايضا شمال الخليج، رغم ان المسطح المائي تغير، الا ان يعني كذلك الاحترار موجود فيه. بالاضافه الى هذه الاجواء الرطبه المتوفره حاليا
بالجو العام يعني او في طبقات الجو العليا نعم وجود منخفضات من البحر المتوسط تجيك من شمال اوروبا فوق بارده يعني رياح بارده مع رياح رطبه دافيه شو يصير؟ يعني كلها تكثف تلتقي في الجزيره العربيه. انا مو بس الكويت ترى الجزيره العربيه كلها مقبله على 17 يوم من الاضطراب الجوي هاي يسمونه يعني اي منخفضات ورياح وغيرها اضطراب جوي. ويعتبر هذا ضمن موسم الوسم بالضبط لان موسم الوسم لا ساعات موسم الوسم يكون استثنائي. انا اعتقد هذا راح يكون استثنائي هذا ازيد استثنائي. فاحنا نستبشر خير بان جاينا موسم ربيعي جميل وناخذ الحذر لتفادي الاضرار والمضار. ولكن هي امطار خير وامطار فرح وامطار ان شاء الله يحفظ الكويت من كل مكروه ان شاء الله يا رب باذن الله. وابي وعد منك يا اخوي ابو عبد العزيز ابي لقاء حي على التلفزيون. هذه نسعى هذه عاد لازم تاخذ الاذن من ابو حازم. ابو حازم خلاص احنا من هنا نوجه ندائنا الى اخونا الاكبر ابو حازم السيد خالد الجار الله لان ابو عبد العزيز يعمل في وزاره الخارجيه ويلتزم بالتعليمات ولا يظهر في مقابلات حيه الا باذن مسبق. بالضبط. انا شاكر لك ان شاء الله انت تكون اول واحد ان شاء الله باذن الله. وانا شاكر لك جدا ونوجه هذا النداء الى الجهات الحكوميه المعنيه ونوجه هذا النداء الى اهل الحلال واهل المزارع واللي ناصبين خيامهم باماكن غلط انتبهوا وديروا بالكم ان شاء الله موسم خير وامطار.